فريد العلوي العبدلاوي عميد الشرطه ولايه امير فاس. اولا مرحبا بكم في ايام ابواب مفتوحه اللي انتم تابعوا المديريه العام للامن الوطني في النسخه فيها الرابعه. هذا الفضاء اللي كانت تواجدوا به اولا وقبل كل شيء احنا واقفين فيه احتراما لشهداء الواجب الوطني اللي ضحوا بحياتهم في سبيل خدمه الوطن والمواطنين. بالنسبه للابواب المفتوحه اللي تنظمت مدينه فاس هذا العام هذا 2023 فهي كتجلى ب حوالي 30 رواق مختلفة تكنولوجية علمية توجيهية كذلك وترفيهية بالنسبة للأطفال. حوالي 30 رواق كيتواجد في هذا الفضاء هذا. كذلك عندنا واحد فضاء مخصص للكلاب المضربة والعمل ديالها في إطار البحث عن المخدرات او المتفجرات. كذلك عندنا العمل الامني اللي كتقوم به شرطه الخياله وكذلك عندنا دي بريزونطاسيون غادي يديروهم هنا باش يوريو التدخلات الامنيه الواقع ديال التدخلات الامنيه في الشارع العام.